أسعد الله أوقاتكم. هذا صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبته الصحف المحلية والدولية، ولكن بعد الفاصل. يقول الكاتب أحمد صبري في مقاله بصحيفة الميثاق الوطني: لم يكن غزو العراق واحتلاله معزولا عن حملة التضليل والتحريض التي قادت الولايات المتحدة وبريطانيا ومعهما وسائل الإعلام الذين وضعوا العراق في صدارة الدول التي تهدد الأمن القومي العالمي والمرتبطة بالإرهاب العالمي، وتحول العراق بفعل هذه الكوارث إلى بلد فاشل ومتداع وفقير غير قابل للحياة، ثروته منهوبة بفعل تغول حيتان الفساد في جميع مفاصله، فضلا عن أنه أصبح مشروعا للتقسيم والتشظي بفعل عمق الصراعات الطائفية التي نالت من وحدة العراق والمصير المشترك بين مكوناته، الأمر الذي وضع العراق في الخانق الذي يتخبط به. إذن الخاسر الأكبر في عملية الغزو والاحتلال بالتأكيد هو العراق بكل طوائفه، لأن الاحتلال أنتج نظاما سياسيا هجينا ليس له علاقة بحاجات وتطلعات العراقيين بوطن تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية وخال من إرهاصات الثأر والانتقام والاحتراب الطائفي. وإذا رصدنا حال العراق بعد 19 عاماً على احتلاله، نستطيع القول أن المغامرة التي تورطت بها إدارة بوش الابن كانت بالمقاييس كافة فاشلة وكارثية، أدخلت العراق والمنطقة والعالم في فوضى عارمة وعدم استقرار، ما زالت تداعياتها متواصلة على أكثر من صعيد حتى الآن. والأخطر من كل ما جرى ويجري هو أن الغزو والاحتلال وفشل المشروع الأمريكي في العراق ساعد في ظهور ظاهرة التطرف الأعمى الذي أدخل العالم في أتون صراعات لم تنتهي حتى الآن في مشهد خطير، وكأن ما يجري في العراق كان إذاناً بظهور ما يطلق عليه الإرهاب العالمي الذي يدق أبواب العواصم وبات يهدد أمنها، والشواهد على ذلك واضحة وجلية. وهنا نتوقف عند المتحقق في عملية احتلال العراق ومن هم الرابحون والخاسرون في هذه المغامرة الكارثية. ابتداء أن الرابح الأكبر فيما جرى هو إسرائيل، حيث خرج العراق من معادلة الصراع معها من دون حروب، كما أن الرابحين كثر ولا سيما قوى إقليمية في مقدمتها إيران وذيولها في العراق والمنطقة، حيث استثمرت تداعيات احتلال العراق بإعادة تموضعها من جديد على ضوء ما جاء به الاحتلال لنظام جديد تمتد جذوره وعلاقاته ببعض هذه القوى، ما أعاد رسم خارطة التحالفات من جديد وعلاقته بتوازن الصراع بالمنطقة. وعلى الصعيد العربي، فإن إخراج العراق من معادلة الصراع انعكس سلباً على موجبات الأمن القومي العربي من خلال فقدانه لأهم ركيزة في عناصره، ما فتح المنطقة أمام أطماع وأهداف كانت حاصل الاحتلال، ما أدى إلى تشرذم العمل العربي وضياع بوصلة وحدة الموقف والرؤية لمواجهة ما جرى في المنطقة من انفلات وفوضى بعد غزو العراق واحتلاله. مع مرور 19 عاماً على ذكرى الغزو الأمريكي للعراق وسقوط العاصمة بغداد على أيدي قوات التحالف الدولي وبناء نظام سياسي جديد، لا تزال الأسئلة مطروحة عن تحولات هذا النظام على مستوى الانتخابات وتشكيل الحكومات وما سمي فيما بعد بالمحاصصة وتقسيم المناصب على أساس طائفي بين الكتل التي تقول إنها ممثلة لمكوناتها. ومع مرور نحو عقدين على الغزو الأمريكي، لا تزال الأسئلة تنطلق عن أسباب قدرة العديد من السياسيين على عدم تجاهل إرث المحاصصة الطائفية رغم الأزمات المتكررة التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية، والتي ترمى أسبابها غالبا إلى التوافقية، فيما يسجل العديد من المراقبين إحدى المفارقات التي تكمن في أن الكتل السياسية التي تدعي مقاومة الأمريكان هي من يتمسك بالمحاصصة التي وضع أسسها الأمريكان. نستمع إلى تقرير حول ذكرى الاحتلال نشره موقع الإطراء عراق.
مع مرور 19 عاماً على ذكرى الغزو الأمريكي للعراق وسقوط العاصمة، بشأن هذه الذكرى وتأثيراتها على العملية السياسية الحالية، يرى الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية عقيل عباس أن الكرد والسياسيين الشيعة تحديداً عمقوا فكرة المكونات عقب تشكيل أول حكومة عراقية في عام 2005، وهذا عكس مبدأ القيادات الأمريكية التي أرادت عكس ذلك. وختم حديثه بالقول إن العملية السياسية في العراق أصبحت الآن تعرف بصفقات المكونات، محملاً في الوقت ذاته القوى الشيعية مسؤولية ما يحدث في العراق من خلال غرس مبدأ المحاصصة الطائفية والسير على خطى توزيع المناصب وفقاً للديانات والأعراق. لكن عضو شبكة الهدف للتحليل الاستراتيجي مهند جواد رأى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من رسمت ملامح وشكل العملية السياسية العراقية بأكملها بعد عام 2003، معللاً ذلك بأن مجلس الحكم الذي أسسه الأمريكان والذي ضم قادات سياسية مختلفة الأطياف والديانات كان أساس بناء الخارطة الحالية التي لا تزال فعالة إلى يومنا هذا. وأعد المحلل السياسي العراقي في حديثه لألترا عراق أن المحاصصة السياسية بشأن تشكيل الحكومات وعلى مدار السنوات الماضية كانت نتاج الأسس التي وضعتها واشنطن، مبيناً أن الخارجية الأمريكية وعلى رأسها كونداليزا رايس كان لها الدور الأكبر بالتدخل بكتابة الدستور العراقي الحالي، وهو الذي يسير على تفاصيله أكثر السياسيين العراقيين الآن، والذي يحتوي على فقرات ملغمة. إلى موقع كتابات ونقرأ مقالا للكاتب إبراهيم الزبيدي، حيث يقول: من رابع المستحيلات أن يكون شعب آخر من شعوب العالم الثالث ولا يثور ويقلب الدنيا رأسا على عقب لو وجد نفسه في وضع يشبه الوضع العراقي الحالي السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والتعليمي والزراعي والصناعي. فمن يتابع المماحكات والمضاربات والمشاحنات بين أحزاب العملية السياسية يعجب من صمت الشعب العراقي وانشغاله عن هؤلاء الصبية السياسيين الذين يتقاتلون على المناصب والمكاسب، جاعلين الوطن خرابة وأهله أذلة. فلو عذرنا جمهرة المواطنين السذج الذين يسهل خداعهم وتضليلهم من قبل الفئة القليلة المستفيدة من جهلهم وعصبياتهم الطائفية والعنصرية والقبلية، فكيف نعذر المثقفين والمتعلمين ولا نطرح عليهم هذا السؤال: ماذا تنتظرون لكي تدركوا أن وطنكم يضيع ولكي تتحركوا قبل فوات الأوان؟ فلا يختلف اثنان على أن العراق موطن ثقافي عربي أصيل وعريق، ولا ينكر أحد أيضا ريادة المثقف العراقي عربياً ودولياً في كثير من مجالات الإبداع، لكن لابد لنا أن نقر بأن جسد الثقافة العراقية أصيب بالترهل والتشظي والتمزق. ثم جاء الغزو الأمريكي للعراق 2003، وجاءت معه الأحزاب الدينية والقومية المتعطشة للثروة والسلطة لتضع المثقف العراقي أمام ذات المأزق القديم. ومؤسف جداً أن بعض مثقفين وإعلاميين وصحفيين المعروفين باليسارية والشعبوية تخلوا عن مواقفهم ومفاهيمهم وشعاراتهم السابقة وانخرطوا في العمل داخل أحزاب السلطة متطوعين أو مضطرين بحكم الحاجة، ففقدوا رويداً أصالتهم والكثير من مبادئهم القديمة وقيمهم ومقاييسهم للأمور، وتفننوا في اختلاق التبرير والتنظير لتهدئة وجع الضمير الذي لا بد أن يعاود وخزه بين حين وحين. ورغم انكسار الوطن في ظل هيمنة الدكتاتوريات الدينية والعشائرية الجديدة وبلوغه أدنى درجات التدهور والانحطاط، فلم يستعد إلا أقل القليل من المثقفين وعيه القديم، ويتمرد على وصاية أحزاب السلطة ويتوقف عن خدمة عبثها بهوية الوطن وتمزيقها لجوهر لحمته وأمنه واستقلاله واستقراره. يقول الكاتب عبد الباسط صيدا في مقاله بصحيفة العربي: من الواضح أن حرب بوتين على أوكرانيا لم تحقق أهدافها المعلنة، وهي الأهداف التي كانت تتمثل في السيطرة على كييف وإسقاط الحكومة المنتخبة
بذريعة أنها نازية النزعة وتعيين حكومة دمية هناك، هذا بالإضافة إلى نزع السلاح الأوكراني وفرض صيغة من التبعية التامة لموسكو تحت اسم الحياد، إلى جانب شرعنة الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم والتمهيد لضم مناطق شرق أوكرانيا لروسيا تحت شعار استقلال جمهوريتي دونسك ولوغانسك في إقليم دونباس، وربما إعداد العدة بعد ذلك لابتلاع أوكرانيا بالكامل التي شكك بوتين قبل الحرب في شرعية وجودها أصلاً خارج الفضاء الروسي. وفي الوقت الذي لا يمكن لأي كان أن يشكك في شجاعة الأوكرانيين وإصرارهم على الدفاع عن بلادهم في مواجهة الغزو الروسي التدميري، لا يمكن لأحد في المقابل أن يتصور أن مثل هذا الصمود كان من شأنه أن يكون لولا الدعم الغربي اللامحدود، سواء من جانب حلف الناتو أو من جانب الاتحاد الأوروبي، وعلى جميع المستويات بما في ذلك الدعم العسكري الذي تمثل في شحنات متواصلة من الإمدادات العسكرية التي شملت وتشمل مختلف أنواع الأسلحة والذخائر بما في ذلك الصواريخ المضادة للطائرات والدروع. هذا ناهيك عن كل العقوبات الاقتصادية، وفي سياق المقارنات الكثيرة التي تجرى هذه الأيام من مواقع مختلفة بين الوضعين السوري والأوكراني والإشارات المتكررة من مختلف الأطراف إلى جرائم روسيا في سوريا، نذكر هنا بالإصرار الدولي الأمريكي تحديداً على منع حماية المدنيين السوريين من القصف الهمجي الذي بدأ به طيران سلطة بشار الأسد على المدن والبلدات السورية منذ أوائل عام 2012 واستمر على مدى أعوام، وكانت الحجة المستمرة التي تقدم دائماً هي الخشية من وقوع الصواريخ المضادة للطيران بأيدي الجماعات الإرهابية، هذا مع العلم بأن الجماعات المعنية لم تكن قد ظهرت بعد، وكانت التوقعات تتمحور حول وجود خطة لدى السلطة بالتواصل مع تلك الجماعات وتشجيعها بل وتصنيعها لتسيطر على المناطق التي انسحبت منها قوات السلطة في إطار سعيها للتركيز على ما عرف في ذلك الحين بسوريا المفيدة، لا سيما دمشق العاصمة التي كانت في صيف 2012 قابلة للخروج من دائرة سيطرة سلطة بشار، هذا فيما لو حصل السوريون المنهضون لها على جزء محدود جدا مما حصلت وتحصل عليه أوكرانيا حاليا. دعت صحيفة أوبزيرفر الناتو للتفكير في خيارات متشددة لمواجهة وحشية الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا، وقالت في افتتاحيتها إن الهجمات الصاروخية على محطة قطارات كراماتورسك وفعل بربري لا يغفر، فكم من المذابح يجب أن تحدث حتى يعترف القادة الغربيون أن استراتيجيتهم في أوكرانيا فاشلة، وكم من الأطفال يجب أن يقتلوا حتى يتوقف الناتو عن التعلل بالأعذار عن تقاعسه، وكم يحتاج جو بايدن وبوريس جونسون وأولاف شولتز لمواجهة لا مفر منه، إما التدخل مباشرة أو الخسارة. كل صاروخ ينفجر وكل قنبلة عنقودية غير مشروعة وقنبلة تطلقها المدافع وكل جريمة حرب ترتكب فمن الصعب تجنبها، وتم الاحتفاء بالعقوبات ضد روسيا وتزويد السلاح لأوكرانيا على أنها غير مسبوقة ونجاح ينم عن الوحدة، ويخبر الغربيون بعضهم البعض بالنجاح الذي حققوه لكنها ليست فعالة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصم بمجرم الحرب والمنبوذ وجمدت أصوله المالية مع حاشيته التي فرض على أفرادها العقوبات، ولم تحقق روسيا أهدافها الاستراتيجية، وتحول جيشها الذي فقد مصداقيته إلى حشد من الرعاع الأشرار، وأصبحت أهدافها الحربية حطاماً تماماً مثل ماريوبول وخاركيف، ويواجه بلد بوتين على المدى البعيد أضراراً اقتصادية لا تحصى وسمعة سيئة. ولكن بوتين كما تقول الصحيفة لا يهتم ولن يتوقف، ولا توجد أي إشارة أنه سيتوقف، وفشلت جهود النوايا الحسنة والتحدث معه بعقلانية، واستخدم بدلاً من ذلك الكرملين للتأخير والتكتم، كما أن التعويل على أمل تخلص المعارضة منه لا يزال مجرد أمل،
وفي الوقت نفسه ينتظر الأوكرانيون الشجعان الضربة المقبلة، فيما يناشد رئيسهم الغرب بمزيد من الدعم العسكري ومزيد من المساعدات ومزيد من أي شيء. وأضافت أن الأشرار الروس هم المسؤولون عن جريمة كراماتورسك، كما قال فلاديمير زيلينسكي: لم يتخلوا عن أساليبهم وتنقصهم الشجاعة والقوة لقتالنا في ساحة المعركة، وهم يقومون بتدمير المدنيين، وهذا شر لا حد له، ولو لم تتم محاسبة مرتكبيه فلن يتوقف أبداً. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً أعده مارك لاندلر، قال فيه إن بريطانيا اتخذت موقفاً متشدداً من روسيا وبدت صقورية أكثر من غيرها في أوروبا، والسؤال: هل ستحذو القارة حذوها؟ ويرى لاندلر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحد من قدرتها الدبلوماسية، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني صمم على إظهار الوحدة، وليس واضحاً إن كان مقنعاً في موقفه الصقوري أثناء الحديث الخاص مع المستشار الألماني كما كانت تاتشر مع بوش. إن بريطانيا راهنت في الحرب الأوكرانية على دور قاس أكثر من بقية الدول الأوروبية، وقدمت الدعم لأوكرانيا وشجبت روسيا، لكن تأثيرها على فرنسا وألمانيا يظل محلاً للشك في ضوء مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي ولا مقعد لها في بروكسل. وأرد شولتز: نفعل قدر الاستطاعة ونفعل الكثير، محذراً أن فطم بلاده عن الغاز الروسي يقتضي استثمارات هائلة من أجل إنشاء بنى تحتية كي تستطيع ألمانيا استيراد الغاز من دول أخرى. وبالنسبة لشولتز، فثمن قطع الغاز الروسي يتفوق على أي شيء يقوله جونسون، وبعد اتخاذه قراراً بزيادة النفقات العسكرية بعد توليه السلطة، قال نقاده إن شولتز بدأ يشعر بحجم بلاده الجيوسياسي في أوروبا، وهو ما أثار قلقاً بأنه قد يواصل التعامل مع روسيا كما فعلت ميركل سابقاً. ويقول نوربرت روتيغن، المسيحي الديمقراطي الذي ترأس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان حتى عام 2021: هناك فراغ في السلطة داخل أوروبا، ويجب على ألمانيا ملأ هذا الفراغ، وبدلاً من لعب دور القائد كنا بطيئين ومتأخرين ولم نفعل إلا القليل لممارسة الضغط على روسيا. إلا أن جونسون تجنب نقد المستشار الألماني في أول زيارة له إلى لندن، وبدلاً من ذلك أظهر تفهماً مع الزعيم الأوروبي مثلما تفهم إيمانويل ماكرون الذي تعرض للتمحيص بسبب استمراره في الحديث مع بوتين منذ بداية الحرب. قلعة عمان الأثرية تقع على سفح أقدم جبال العاصمة الأردنية، سمي جبل القلعة على اسمها، وتحيط بها الأسوار حيث كانت حصناً منيعاً في الماضي بحسب صور نقلتها صحيفة القدس العربي. ويمكن اليوم مشاهدة أجزاء من هذه الأسوار في الجهة الشمالية الغربية وبقايا أبراج المراقبة التي تبين عن الدور العسكري الذي أنشئت القلعة من أجله. وتتضمن القلعة أيضاً آثاراً من حضارة البيزنطيين والرومان، من مثل معبد هرقل والأعمدة الكورنثية، إلى جانب آثار من الحضارة الإسلامية وتحديداً العصر الأموي، حيث بني القصر الأموي على تلة الجبل المطلة. والآن تابعوا معنا صور الكاريكاتير.
أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.